مساء الخير عليكم عرب عرب اليوتيوب. راه الرابعة تاع الحشية وديجا الليل هنايا على بالكم. على هاتي ما كنتش نطيق ندير فيديوهات لخاطرش الرابعة تجي ديجا الليل. دوك وين تديرها الفيديو ديرها 6 تاع الصباح؟ هيا بون جيسبيغ الريكلاج راه مليح، ندير شوية مصباح راه يضرب لي في وجهي ما نشوف والو، بصح جيسبيغ على الأقل بلي نتوما راكم شوية تشوفوا ماني نوري والو ولا حاجة كيما هكا. شنو بغيت نقول لكم؟ ها راكم تشوفوا، ها وجيت هذا ما كان بغيت لكم فيديو تاع البوناني ذاك النهار وما والات على بالكم. سيتي زعما وجدتها 31 ديسمبر ومنا وكنت نقول لهم على البوناني وكل شيء، بصح هذه هي الدنيا وصاي هذه هي شبه نقول لكم. واحد السيد دونك بون واحد السيد سقساني زعما هذه اسئله، زعما جاءنا سؤال زعما من المستمع الكريم. هذا الفيديو زعما اللي عندك غادي يكون فيها هضره تاع كبار على بالكم، زعما معكم ديك الهضره زعما بغيت تسمعها مع شي راختك ولا معك شي واحد ماشي مداصره ولا زعما غير طفي من رول. شنو بغيت نقول لكم؟ واحد قال لي هالطارة تكتب لي هاد السيد جاي من الا ما خفش ربي يكذبني جاي من كندا. هي وقال لي يا هالطارة العي رب في الخارج البنادم ينجم يخالطهم ولا ما ينجمش يخالطهم؟ زعما هذا السؤال، هذا طبعا سؤال كلاسيك، هذا زعما كاع الناس اللي تعرفهم يطرحوا عليك هذا السؤال زعما. وهل المجتمع المستمع المستمع كريم السؤال كيما يطرحها، تخيل كيما يجي عندك واحد يقول لك راني ساكن في لافريك ياك، راني يا اخي نمي كيما نقولوا حنايا، راني منيك في السواوي ويا هل ترى زعما السؤال اللي نطرح فيه سي هل ترى نجم يضمني السيده ولا لا؟ طبعا السؤال هذا مين تسمعه زعما يموت لك كرع ودراع، زعما تنخلع تقول هاد بنادم هذا مازال يطرح في هذا السؤال، سا سينيفي غادي يقعدوا على بوتايه هو اللي اخبر، راكم فاهمين كيما هكا. دونك شابات نقول لك سي محمد، انا شابين نقول لك، انا نقول لك الصح زعما صحيين قال هي دوك كاع البلدان في العالم فيهم مليح وفيهم الدوني. دونك لو كان راك في الجزائر نقول وطرح هذا السؤال شنو نقول لك؟ نقول لك تناك مع خاوتك راه كيف كيفهم، تناك معاهم انت، شوف عينك هي ميزانك، شوف لي والمك تمشى معاه واللي بان لك زعما الناس مشي ملاح فوتها وصاي. هذه نعرفوها، هذه سا مارش بارتو غير يونيفرسال. حاجه اخرى، مين تهضر على الجزائريين؟ مين تهضر على الجزائريين في الخارج؟ راك تهضر على حاجه اخرى، راك تهضر فريمون على زعما حاجه اخرى. معناتها كون نجيو نهضروا نيشان دروك في الجزائر عندك غادي نتلاقى مع الناس، نقولوا نتلاقى مع 8 9 حكيت لك اكسبيرونس تاعي صح، 8 9 تاع ناس ملاح تتلاقى مع واحد نجمو اون ريزومي زعما باختصار شديد، ما بقاوش هنايا يعني انا فيديو قصير على بالك، باختصار شديد نقولوا طيح في واحد ولد قحبه سي تري سامبل. في الخارج ما نعرف علاه، ما عنديش اكسبليكاسيون، ما عندي دي اكسبليكاسيون تاع بالك ماشي تاع صح، مي اون تو كان نقول لك الصح. في الخارج صافي 20 طون راني في الخارج، مين طيح في 10 تاع جزائريين عندك 9 ولاد قحاب وعندك واحد ناس ملح. دوك نتايا اللي تحرز روحك 10 فوا بلوس مين تكون في الخارج على مين تكون في الجزائر. لو كان نجي نشوف هاد لي دو ديرنيير ديسيني اللي راني هنايا، كاع لي فوا اللي صرا لي بروبليم ولا كاع لي فوا اللي طفروها فيا اللي خونوا لي صوالح ولا خونوا لي دراهم ولا خدمتو ما خلصونيش ولا راك فاهم، كاع الصوالح اللي صراو لي يافي ان الجيريان اون فاس، سيتي جايه من عند الجزائر جي كيما كان تقول لك الاخرى اللي دارها بك غير مجمعتك برك سي تو. دونك الصح زعما ينقال دروك حنايا زعما مالوغوزمون الجزائريين عندنا 90% اللي معاشين في الخارج ولاد قحاب، سيتو نقولها في وشهم راني عايش في الخارج انا تاعي. دونك ينيك من زكك سي اوسي سامبل كو سا، زعما ما فيهاش زعما حرج ولا كيما هكا ولا تقول لي ندير هكا، وما فيهاش زعما تقول لي هذاك جزائري باين ناس ملاح ولا هذاك يهضر على ربي ولا هذاك منا ولا هذاك خاطي ولا والو، ما كاش نجم نقول لك. شوف
شان باغي نقول لك انا شان باغي نقول لك انا باغي نعطيك مثلا نقولوا دي زانديكاسيون دي زانديس اللي تجم تعرف اسكو جزائري هذا اللي راه عندك اون فاس في الخارج ناس ملاح ولا لا. ماذا بيا نقول لك هذيك لا كاتيجوري ناس ملاح وهذيك لا كاتيجوري ماشي ناس ملاح فاهم. ماذا بيا نقولها لك بصح ما نجمش لا خاطرش علاه 90% ولا دق حاب وتصيبهم في كاع لي كاتيجوري تصيبهم في الرجال تصيبهم في النساء تصيبهم في الناس اللي قارين تصيبهم في الناس اللي ماشي قارين تصيبهم في الناس اللي بالكواط تصيبهم في الناس اللي بلا كواط تصيبهم في الناس اللي مالوغوزمون راهم كيما هكا. حنا الجزائر رانا نصدروا سبيسيالمون نصدروا 90% نصدروا القحاب للخارج على الناس يكرهونا في ميزك على الناس الاعلام خمم غير حاجه على العالم قاعد لنا فيزا هاي ساهله ها سوا نطرح عليك ساهل بكل بساطه على حنايا جزائريين عندنا بالك في العالم كاع ما باش كاين من دوله من ديكلاري عند لونو كاين 180 دوله ولا ما عادش عال ديكلاري عند لونو كاين وقيله 3 ولا 4 نجمو نروحو لهم بلا فيزا وكان نجمو نروحو لتونس بلا فيزا جو بونس المغرب نجمو نروحو بلا فيزا وقيله ليبيا سوريا ها 4 كاين 5 بلا موريتانيا مش عارف ميم با سيغ. دونك علاه كاع العالم جلوب كامل دارنا فيزا ما دارولناش باسكو على خاطر الناس الملاح اللي عندنا وعندنا ناس ملاح فريمون على ديك البلاد راه شاده عندنا ناس ملاح بصح العالم درنا كاع فيزا على خاطر بهاد القحاب الجزائر تصدر بهاد القحاب شوي ديزولي هنايا وما تصيب واحد ينيكك باش ساهل اوكسيتو سيفي جو بونس الاجابه هادي بكل واضحه نقول لك الصح لا خاص الجزائريين الناس ملاح وخاصك زعما تقرب الجزائريين وتشوف الجزائريين كل شيء قعد في بلادك كاين الجزائر كاين بلاد قعد تما معمر جزائريين مزبخه قهوه ادخل جزائريين بارتو نهضر معاهم قصر وكل شيء وراك في زعما ان انفيرونمون اكيليبري في مشاكل تاعها في الجزائر سي سور بصح سان انفيرونمون نورمال بصح لا تروح لي للخارج وتجي تقرب الجزائريين وتتفق معاهم ودير وتاجر معاهم ودير فيهم في كونفيونس وبعد تقول لي في انترنت اسمح لي ماد ماركس اسكو الجزائريين نجم ندور معاهم ولا لا انا نقولها لك نيشان والله يطفروها فيك نهار اللي قعدوك على قرعه روح قول لي في يوتيوب واحد قعدوني على قرعه دونك نجي معك نيشان خويا دونك هذه هي هذا ما كان فوالا دونك سمحوا لي على هالفيديو الاولى تاع 2012 شويه مبنيه على البيسيميزم نقولوا بصح الحقيقه قال هذا هو وصاي اي بي زعما نشكر بزاف الناس اللي كتبوا لي بزاف عرام كتبوا لي ما جاوبتهم كاع نحاول نجاوبكم ان توكا فريمون زعما نشكركم على هاد المبادره هيا وصاي تهلاو في روحتكم وزعما الفيديو كاع ولكم راكم فاهمين اي رب باين مراركه من هبا ودب قال لي عندها 2000 درهم هذا راه في انترنت وصاي عماتني عبد الله بعزه